اجراء مكالمات فيديو مع اصدقائك على حسابك الخاص نبشاط اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقه من خلال اتباع مجموعه من الطرق سوف نقوم بها لكي تقوم باجراء مكالمه فيديو مع اصدقائك على حسابك الخاص نبشات من خلال اتباع مجموعه من الطرق سوف نقوم بها سوف ناتي الى الاسفل هنا نقوم بالضغط على الدردشه هنا او هذه العلامه الخاصه بالدردشه بعد ذلك سوف ياخذنا مباشره الى نافذه الدردشه في هذه النافذة نقوم باختيار أي ضغطة على سبيل المثال بعد ذلك سوف يأخذنا إلى داخلها في هذه النافذة هنا تأتي إلى الأعلى هنا تقوم بالضغط على الكاميرا هنا وبعد ذلك سوف يأخذك مباشرة لإجراء مكالمة الفيديو مع الشخص الذي تريد يعني إجراء معه مكالمة فيديو على حسابك الخاص نبشاط من خلال فقط الضغط على الكاميرا وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله